الأمير تشارلز الثالث، أو خلينا نقول الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا العظمى في الوقت الحالي. طبعاً التتويج حيكون بعد كم من يوم قريب إن شاء الله. قبل فترة تقريباً في نوفمبر العام الماضي، واحد من الشباب رمى بخمس حبات بيض. طبعاً البيض ما صابوش يعني، لكن رمى، الشرطة قبضت عليه. طبعاً ملك الأمير تشارلز لما كان لسه أمير في عام 94 تقريباً حاولوا اغتياله رصاصتين، ما ادري هو في الرجال ما ادري كيف، ومسكوه وقبضوا عليه. لكن خلينا نتكلم على موضوع رمي البيض عليه. طبعا البيض ما صابوش، لكن قبضوا على الشخص هذا، طلع من حزب الخضر، حزب موجود هنا في بريطانيا. سالوه ليش رميت البيض وليش عملت كذا، قال انه انا ضد الاستعمار اللي حصل في السابق في افريقيا وتجاره العبيد والامور هذه، فعلشان كذا رميت البرنس تشارلز او الملك تشارلز. طيب توقعوا ايش حصل في الراجل هذا، يعني ايش العقوبه اللي حكمت عليه المحكمه؟ طبعا لا اتهموه بالخيانه العظمى، ولا اتهموه انه عميل، ولا انه مرتزق، من الكلام اللي قاعدين نقول الحين للشباب هذا في اليوتيوب والفيسبوك ولا هذا، يتهموا الناس على الطالعه والنازله. لا، الحبيب ودوه محكمه، حكمت عليه المحكمه بغرامه 600 جنيه اتعاب المحاكمه، و100 جنيه فوقها حاجات كذا، ويقسطها على 5 جنيه في الاسبوع، تخيلوا يعني. ولو فوق هذا كمان 100 ساعة عمل لازم يشتغلها بدون ما يدفع الأجر، يعني يكنس الشارع، يكنس المقابر، ينظف، يساعد في محلات بيع، مش حتى بيع يعني، الفقراء والمساكين، يعني يشغلوه مدة 100 ساعة بدون ما يدفعوا له أجر. وصلى الله وبارك. لا حبسوه ولا مرمطوه ولا شنقوه ولا اعدموه برصاص ولا سووله شيء. فتخيل لو كان هذه بلادنا عربية، ايش حيحصل فيه لو رمى زعيم عربي، امير، شيخ، ملك، رئيس، ايش بيصلحوا فيه تتوقع انت يعني؟ اكتبوا لنا في كومنت تحت، تمام؟ اكتبوا لنا كومنت تحت ايش بيصلحوا فيه لو شخص رمى بيض، تمام، على رئيس دولة أو ملك أو حتى وزير، إيش بيصلحوا فيه بلادنا العربية؟ وانتظرت أشوف تعليقاتكم كيف. تحياتي.